السلام عليكم. احسن صباح في العالم. الشرقي كيطير والحاره هيدا تقدر تخرج ولا ما تقدرش؟ وغير باش تعرف واحد الحاجه، ضروري ما نخرج، ضروري ما نفوت، حيت ما نقدرش نبقى في الدار. الدار كتجيب الاكتئاب، خصوصا انا من ديك النوع اللي ضروري خصني نخرج ونفوت. بحال ديك الحوته اللي كتكون في الماء، الا خرجتي من الماء ما غاديش تقدر تعيش. جبرت واحد الاجواء اللي هي مزيون، طلعت من الشقر. ودابا غادي نقول لك انتينا اللي كتفرج في هذا الفيديو، واش ملي كيكون الشرق اولا الحراره من عند الله، واش تفضل تبقى في الدار اولا تخرج حتى مع راسك؟ واخا نخرج ندور غير في الحوم، ولكن بلاتي بالله كاين اللي كيعجبو يركب على الجمل، وكاين اللي كيعجبو يشوف البحر، وكاين اللي كيبحر، وانا ما نقدرش نجي الاشقر من كل شيء سايكوك باللبن. وتحيه للناس اللي كيجيو الاشقر وكيتعاونوا مع هاد الناس، حيت صراحه كتجبر هنا واحد الناس لا عم راسها حتى سايكوك اللي عندهم ولا اللبن. ايه يا الدق، غير اسمح لي غادي نشهيكم وصافي. ولكن غادي نقول لكم الثمن ديالها، سايكوك واللبن 7 دراهم زله. واللي كيعجبني اكثر في هاد الناس هادو هي النقاوه، هادي واحد الحاجه اللي هي مهمه، كيعطي واحد الصوره اللي هي مزيونه للموطع الاشقر. ما يمكنش تجي الاشقر وما تاكل شيء سايكوك، حيت تكون فلتتي النصف العمر ديالك. هاد الحراره مع سايكوك دابا كنعاد درت فيديو هذا وانا تشهي سوا، خصوصا الايام تبارك الله كان طنجة عام، وكان عليا واحد الاقبال اللي هو كبير. تلاقيت الناس ما كان صدق نيطراد فاس الناظر حسيمه دوجده مراكش الرشيديه، يعني المغرب كامل تجمع في طنجه. واحد الحاجه اللي كنخليهم باش كيجيو عندنا كتعجبو المدينه ديالنا، اول حاجه كما كنعرفو دائما ناس طنجه الله عمرها سلعه، ولو بالناس ديالها ولو بطريقه التعامل ديالهم مع الناس اللي كيجيو عندنا طنجه. اي واحد جا طنجه مرحبا به، واي واحد كيفكر يجي طنجه مرحبا. ودابا بلاتي بلاتي راه نقيسك صور رد عليكم الخبر، صراحه الله عطاهم الله الصحه، هذاك الشيء يا سال. هيدا غادي نقول الا مشيتي وجيتي الاشقه، هاد الناس هادو كتجبر بزاف على الشارع صراحه، كاملين بهم عطاهم الله الصحه. كما كنقولوا حنايا عندهم داكشي بلدي 100%، خصوصا عندهم الحلوه، الحلوه ضد الدار كما كنقولوا، واحد الراحه النفسيه يا سال، خصوصا الانسان ملي كيكون بحديثو كيرتاح وكيبقى يتهاود مع راسو. هاي انا ساليت سايكو، ودابا الا بحال نزيدو نكتشفوا شنو كاين هنا. ملي كتجي الاشقر وكتجبر كامله نقي، تحيه الرجال النظافه واحد بواحد، ماشي غير اللي خدامين في طنجه ولكن اللي خدامين في المغرب كامل، خصوصا ديك الناس المساكين اللي كيضربوا تمام كيخدموا في قايله كيجمعوا الناس الزبل اللي كنخلي. خصوصا واحد الحاجه اللي هي مهمه، خصنا ديما نخليو الموطا ديالنا نقي، ماشي نخليو الزبل ونقولوا كاين الناس اللي كتجمع. الا فكرنا كاملين بهذا التفكير هذا غادي نرجعو 100 سهام الله، نخليو فيما مشينا نخليو بلاصتنا نقيه. وهذاك اللي كيقول تا هو خدام وتا هو كيتخلص، جرب ملي تكون ماشي في طريق سقسه قول له الصالير ديالكم شحال واصل، واش غيخلص الموضه، واش غيخلص في الصحه ديالو اللي كتمشي، واش غيشوف الدخول المدرسي والعواوه ولا كمجو. الله يكون في العون الجامع، الله يرزق الجامع. ودابا غنسقسيك انت، اخر مره جيتي الاشقر؟ والا كنتي جيتي الاشقر شنو يعجبك فيها؟ الا كنتي زرتيها وما عجبتك شي حاجه يمكن تكتبها لي في كومنت. واحد الحاجه اللي ما كنفكرهاش دائما ولكن هي في بال الصاله دائما في بال، هما الاصدقاء ديالنا اللي قطعوا بحال الدراري ديال الغربه والدراري اللي سواحش الطنجه. خوتي ديالي دابا ان شاء الله غادي يسهل لكم الله، غتعملوا الورق ديالكم حتى نتوما تجيو الحديد ديالكم، كلشي عند الله قرين. الانسان يعمل مزيان وما يخافش، وانا اللي عليا كنعملو كنسارك في طنجه وما تحشي بقى. بعد الكومنت ديالك كيجيوني كيقولوا لي خاي ابراهيم زيد خرج من طنجه، زيد ورينا الاماكن، غير باش تعرف واحد الحاجه ما كرهتش نزور كامل المغرب، زنقه بزنقه ودار ودار، ولكن الظروف الماديه ما كتسمحش. ولهذا خلينا في عشاق، خلينا في طنجه حتى يفرج ربي، وان شاء الله يا ربي ضروري ما تكونش جوله مزيونه، درجه درجه مع الوقت كلشي كيجي. حاجه وحده اللي كتجي في دق هي موت، الله يطول في العمر الجميع والله يحفظ الجميع. الا بغيتي تدعمني كثر هي كتبارطاجي فيديو، كتعمل شي كومونتير، كتسمع اللايك، كتصيفطو الاصدقاء ديالك باش تزيد تكمل العائله باش نزيدو نطورو المحتوى ان شاء الله. دابا غنقول لكم تلاقاو في فيديو ثاني ان شاء الله. السلام عليكم.